تكون معانا وصفة الشعر الأبيض. خلونا نرجع تاني للوصفة بتاعتنا للتخسيس، وهي الخمس مفردات: الشاي الأخضر والنعناع الأخضر والجنزبيل الأخضر والكمون والقرفة بكميات متساوية. لو ما لقيناش نعناع أخضر أو لم نستطع الحصول على الجنزبيل الأخضر، ممكن إحنا نستخدمهم من المجفف، ما فيش مشكلة معانا، بكميات متساوية أو معلقة من كل نوع، معلقة صغيرة من كل نوع على كوب من الماء، هتغلى لمدة 10 دقائق ثم هتشرب. اللي ما عندوش مشاكل في المعدة هيشرب قبل الأكل مباشرة، اللي فيه مشكلة معانا في المعدة أو زيادة حموضة هتشرب بعد الأكل. خلوني أكمل الوصفة الثانية بعد الاتصالات بتاعت حضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم.